وصباح الخير، صباح النور، صباح التفاؤل، صباح اضحك انت تضحك لك، لا تخلي شيء ياثر عليك، خليك دائما وعارف ومتاكد انه ما في مشكله باذن الله الا ولها الف حل. اضحك الدنيا تضحك لك. اول ما وصلت الكافي يا جماعه اتاكدت انه انا ما لابس الدبله، فانا اليوم شكلي حتشبشب من زوجتي. زوجتي انا تصريح من سناب شات، والله نسيت، ولكن انت في قلبي وعقلي وروحي وامري وخشمي. انا يا جماعه صباح الخير، كيف حالكم؟ صباح النشاط، صباح التفاؤل، يس اضحك، صباح المدير المنفس، يس منفس الى كل المدراء المنفسين، خليك ايجابي يا مخيس، ظبط موظفينك بعد راسي، يعطيك العافيه، اعطيهم اجازه يوم، ظبطهم، خرجهم من الدوام بدري، فاجئهم. لاحظت ان الناس بتسالني بتقول سلطان ليش بتصحى الصباح بدري؟ ايش ربي حاوجك؟ لا يا حبيبي انت فاهم الموضوع غلط. يا هلا هاو ار يو؟ مايك الكابتشينو حقي جاء. والله درينك يا اخي، الله الله مسلطنيني يا اخي على اساس انه هو ايه. ثانك يو، سلام سلام، ثانك يو ثانك يو. جاي افطر في درينك واشرب كابتشينو. فنرجع لموضوع لا تصحى بدري يا سلطان، سواء انت صاحب بزنس، سواء انت عندك فلوس، سواء ابوك ساب لك ورث، سواء امك تدلعك وتديك فلوس، سواء عندك شركات، سواء لازم تعود جسمك انه يصحى بدري، لا تعوده على الخمول. هذه نصيحه مني، تبغى اخذها ما تبغاها رجعها. وصل الفطور. الله الله، لا لا لا، دقيقه، يا ويلي ويلي، بيجل حلومي في مخك. في مخك. طيب يا جماعة، عندنا هنا الأخت تقول بتتكلم على الشاشة اللي قيمتها 199,000 ريال و 999 ريال، يعني 200,000. تقول اشتريتها وانكسرت أول ما حطيتها، ما لحقت انحسد عليها حتى. يا الله، يعني أنت مبسوطة أنك دفعتي قيمة شاشة 200,000 ريال وانكسرت؟ يعني أنت لما تشتري شاشة ب 200,000 ريال في عندهم تأمين للشاشة، يعني خلاك تدفع 200 ما خلاك تدفع 20 تأمين؟ يعني ودي اصدق بس حبحب قويه. احس يعني احس اوكي، يعني اكيد في ناس تشتري والناس اذواق، ولكن شاشه 200,000، 200,000 يا شيخ، 200,000، 200,000 عن جاني ترى ولا 200,000؟ ايش الجبروت اللي فيه كده اللي تدفع 200,000؟ اصلا ما في بطاقه تدفع 200,000 ولا في؟ انا ما اعرف، قولوا لي. عندنا هنا الاخ محمد يقول استاذ فيصل السلام عليكم، حابين نقدم لك علبه عسل لانه اللي معاك شارفت على الانتهاء. ملاحظه، لانه نريد اعلان من طرفك، مهمتنا تشجيع نمط صحي، وبما انك بدات نادي ومواظب عليه يهمنا عسلك ما ينقطع. احنا براند وعلامه تجاريه سعوديه، بيت الشهد، خليك مستصح. كل شيء تمام الا اسمي، اسمي سلطان الفيصل، كيف شبكت لي فيصل ما ادري، انا حزين. ولا تسوي له اعلان ولا تتكلم في الموضوع. لا هو ما يبغى اعلان، هو بيديني عسل. شكرا، يعطيك العافيه، يشرفني انه انا اكل عسلك، ارسل يا وحش كذا قول له، يكتب سلطان بعدين. لا ما مشي له، يا مشي له، يلا مشي، يعطيك العافيه، شكرا. عندنا اخت تقول سلطان هلا. بس كذا سلطان؟ ايه تفضلي. بس كذا، بس اسمك؟ ايه قول له بس. ايه بس. طيب ايش؟ ما ادري ايش اقول له اصلا. اهلا هلا، قول له. طيب جوك ايه؟ جوك انت. عندنا هنا كيف عسل ياكل عسل. شفت اخوك يا عسل؟ اخوك عسل، اخوك عسل كذا. الله يقرب وجهك، تعالي درينك، الله يقرب وجهك، تعالي درينك، حسن من جد، الله يقرب وجهك، اسمع تعالي درينك. يا قرب، هذه الخطه كيف تاخذ مكان. يا قرب، السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله باذن الله انا الجديد اللي حاخذ الجو. ايش اسمي انا ذي اللي قدامك؟ حط لكم سنابي، تابعوني. وترى ما لاحظت، ترى والله انا الحس هذا. يا جماعه اللي قالت لي انه اشترت الشاشه ب 200,000، المهم دي اختها قفطتها، قالت لي انه كذابه، تقول لي احب اقول لك دي اختي وكذابه، تقطق عليك ولا تصدقها، هي لو عندها 200,000 بتبيعني. افا يا العلم، والله ما ابيعك بكنوز الدنيا يا اخوي. طب هات ال 200,000. ايش اقول لك؟ ما ابيعك، تقول لي هات 200,000. هي فين ال 200,000 عشان تبيعني؟ هات ال 200,000 وشوف يعني، هات ال 200,000 عشان اقول لها كذا كلام بس. اوكي 100,000 ابيعها.
من جد 150,000. I need some wet shit, Nick. I need some bacon, yeah. I'm a. إيش هي وكالة هي ولا إيش قاعدين تسووا أنتوا؟ إيش ما أدري رجلك هنا مكتبك وش مو رجلك؟ إيش قاعد تسوي مشغول فيه؟ قاعد ترسم آيس كريم حتى في حتى في الكمبيوتر أكل؟ ترسم ايش ترسم؟ ترسم ما؟ ترسم؟ أنا ما أطلع برا، ما أطلع برا، ولا أشوفك هنا مرة أرجع بدالك. بسرعة. شي تقتل لك فيها شي. عندك ايديه ليه ما عجبك انت؟ عجبني. ليه ما عجبك؟ انت ايش اللي ما عجبك انت كمان؟ هو ده ما عجبه. ايش ده؟ يا عمي ايش هذا؟ انا ترى صيحه حلوه. دير اوفر. لا دير اوفر خيي. يا ابني مو هذا. قول انت شعر. يلا قول دورك. شو بدك بعين لهجه؟ يلا بعين لهجه. يلا اي عاده عاديه. انا عندي يابانيه. يلا مره وانا ماشي في النيل. نيل قلت له عاوز عطنيل. عطنيل قال لي اديني كشري وما بتاخدش مصاريف. مصاريف. الله الله الله. اللي بيفهم الهرجه يروح حساب يا جماعه. يلا ايش يلا ثامر؟ يلا حبيبي يلا عندك يلا حسام. تعال اجلس اجلس هنا اجلس. ايه اجلس. كمان اقول شعر في سنابك انت يا سلطان. ايه قول. ايه كلامي بيخليك ندمان. ندمان الله. احسك متكشف بس شكلك طفران. طفران. اللي بيعرف الهرجة لا يروح الثامر عشان هو اجازة اليوم مستمتع. عادي نفسه في كيشن حقه متى فرحك؟ انا علي مكروات. متى اشتريت متى فرحك؟ فرح ان شاء الله بعد سنتين ونص. كذاب علي الثلاجه. كذاب الثلاجه علي. ابشر بعزه. ثامر. وعلى ثامر المطبخ. والله ما اشتري له مطبخ. ايش المطبخ يجيب له مطبخ؟ والله ما والله ضحك المعلم عمر. باقي شيء تفضل. هو ده اهم من ده كله. ايوه هو ده. اعطينا واحد صوص. يعطيك العافيه. شفتوا صوص من غير جمبري؟ كيف تقولوا لي ما في؟